السلام على نبي الله سيدنا محمد الموصوف بالجود والكرم، رضي الله عن آله وأصحابه ذوي الهمم، وارض عنا معهم يا رب العالمين. إحسان التربية واجب كل ذي مسؤولية أوجبها الله تعالى عليه وكلفه بحملها. فالآباء والأمهات والمعلمون والقدوات جميعا مسؤولون مسؤولية مضاعفة أمام الله تعالى عن تربية من تحت أيديهم. أقول هذا لأنني ألمس في كل يوم تراجعا في النشأ الذي نراه بين أيدينا، وهذا الأمر مشاهد، ولعله ولله الحمد لا يزال هناك خير واضح وحفظة للقرآن ونشأ قائم على الدين، ولكن هذه النسبة تضعف. كذلك صار الاهتمام ببعض جزئيات الدين أكبر من الاهتمام ببعض أصول الدين. فلذلك يا أيها الكرام، لكم أتمنى منا جميعا ممن يصل إليه كلامي، منكم تسمعوني ومن كل إنسان يصل إليه ويبلغه هذا الكلام، أن يحرص في زمان الفتن على تربية نشئه، ولو كان هذا النشأ قد كبر، لا يزال هذا الإنسان الذي كنت سببا بإذن الله في وجوده لا يزال تحت كنفك، وأنت مسؤول عنه أمام الله إلى أن تلقى الله أو يلقى الله هو. يعني لو صار ولدك في 40 وأنت صرت في 60 أو 70، فالمسؤولية أمام الله لن تنجو أنت منها أبدا. وكذا يا أيها المعلم، وكذا يا أيها الشيخ، وكذا يا كل من أوكله الله تعالى مسؤولية. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قوا، احفظوا. الذي أراه الآن من التراجع الأخلاقي شأن عجيب. شبابنا اليوم بالنسبة للألفاظ البذيئة هي أسهل عنده من شربة الماء، وانظر هذا في مجتمعنا على نسبة كبيرة جدا، الشريحة الكبرى منذ أن يخرج الطفل من المدرسة الابتدائية إلى أن ينتهي من الدراسة الجامعية، يعني أكثر من 12 سنة وهو على هذه الحال. ما هي حال الانفلات اللفظي والانفلات العملي؟ وأبدأ بالانفلات اللفظي الذي أسمعه شأن عجيب. كل 3 كلمات يشتم في العرض ويذكر الفروج للرجال والنساء. اخرجوا إلى مدارسنا واسمعوا، ويقولون مدارسنا، أي مدارس هذه؟ أنا مدرس، ولكن أين هذا الانضباط؟ كانوا قديما يقولون: اتسع الخرق على الراقع. ما بقى شيء يترقع، يعني صار الأمر أكبر. فإذا لم يقم كل أب وأم وذي مسؤولية بمسؤوليته، فإن هؤلاء النشء سيضيعون ويضيعون أخلاقهم. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. لما لا يضبط الإنسان لسانه فهو على غيره أضعف، باقي أعضائه وأضعف وأضعف. سبحان الله، ما هذا الذي يحل؟ ما ينبغي لنا أن نسكت على هذا أبدا. نرجع إلى البيوت، كلام الفجور والعذر والعياذ بالله تعالى المنحط السافل صار أمرا سهلا على كثير من الشباب والبنات. أسمع الطالبات الصغيرات خارجات من مدارسهن تقول لصاحبتها كذا كذا. الله أكبر، وزينة المرأة الحياة، وأنت طفلة في هذا العمر تقولين هذا؟ فماذا تصنعين إن كبرت؟ وأين أمك وأبوك؟ وسيتراجع كثير منا فيقولون: الحمد لله أبنائنا منضبطين. متى منضبطون؟ أمامكم؟ قدامك وبيرك في البيت منضبط؟ ماذا تعرف عنه إذا خرج إلى الشارع، إذا دخل المدرسة، إذا دخل إلى الجامعة، إذا التقى بأصحابه، ماذا تعرف عنه؟
لعلك ترى شخصية أخرى لا تعرفها. أنا أعرف بعض الآباء والأمهات بلغوا أو أخبروا بطريقة ما أو استطاعوا أن يصلوا إلى جو تعامل أبنائهم وبناتهم مع أصدقائهم فصدموا وذهلوا لم يتوقعوا. هذا ابننا؟ إيه والله ابنكم، والله الذي لا إله إلا هو ابنكم. نعم، إما أنكم يعني أسلوبكم غير ناجح في تربيته أو الضغط عليه كبير فينبغي أن تمتصوا وتخففوا هذا الضغط الفاجر من أصدقاء وجو حتى تربوه على تربية صالحة. الأمر صعب يا أيها الإخوة، ليس سهلا، يحتاج إلى متابعة، إلى مراقبة، إلى محاسبة. قلت إنني بدأت باللفظ لأن الإنسان لفظه يعبر عنه. إذا كان الشاب في مقتبل حياته والفتاة في أول عمرها، بضعة كلمات يخرج فيها ألفاظ من أسوأ وأحط ما يكون، فكيف إذا طالت المجالس؟ طيب، إذا بدأنا بالألفاظ، فأما الأفعال والحركات فحدث ولا حرج. الآن هذا واقع، يعني ما أسر أن أقوله، لكن هو واقع. موضوع الإباحة والإباحية منتشر بسهولة على وسائل التواصل، فصار كثير من الأطفال فضلا عن الشباب يرون ويسمعون الإباحة والضلال والفجور والعور. فتراه إذا دخل إلى مدرسته أو إلى جامعته أو سينقل الصورة التي رآها إلى من حوله، ومن حوله قد لا يكون يعرف شيئا فيعرفه هذا الشاب الصالح وتلك الفتاة الصالحة، تعرفه بما غاب عنه. سبحان الله، وفي هذا الزمان يعني ما يوجد إنسان جاهل، الناس كلها صارت تعرف وتسمع وترى. فإن لم أحاول ضبط هذا سيقول إنساني كيف أحاول؟ هناك أمور كثيرة تستعملها يا أخي، هناك أمور كثيرة توفر له على الأقل في بيتك يعني جوا صالحا ما استطعت إلى ذلك سبيلا. أنت في البداية لا تفجر أمامه بالكلام أو بالتصرفات، لما يرى الابن أباه يشتم كل لحظة يتأثر منه، فحاول قدر المستطاع أن تضبط نفسك أنت حتى تستطيع أن تنبهه إلى ضبط لسانه. ومن ثم ومن بعد ذلك يا أيها الكرام، هذه الجوالات التي انتشرت، لا أقول ألغوها، ما يستطيع أحد إلغائها للأسف، إلغاؤها صار صعبا، ولكن حجا منه الآن أدفع الملايين لآتي بجوال حديث، الفائدة منه حتى يدخل ابني وابنتي إلى مواقع الضلال فيرون ويسمعون ثم ينقلوا هذا. يا ليتهم يكتفون بهذا. وأكرر، كثير من الأهالي لا يعرفون شيئا، هم يعرف شوفوا عبد بدرس الله يرضى عليك، يا عبد بدرس لو أنت بتطلع من هون والزلم يبلش من مسرحية، أي دراسة هذه وأي جو هذه وأي عالم نعيشه؟ الآن صرنا في جو يعني ممرض، جو مريض ممرض، جو مؤسف جدا. لذلك يا أيها الأحبة، العصمة، الاعتصام، الاعتصام بالخير، خذوهم معكم إلى من تعتقدون صلاحه. كم كنت أسر لما أرى رجالا كبيري السن يأتون بأبنائهم الشباب إلى مجالس شيوخنا رحمهم الله تعالى، حتى ولو لم يعني ينتفع انتفاعا شديدا، مجرد أن يأتي الشاب وتأتي الفتاة إلى مجلس أناس صالحين لابد أن يتأثروا ولو يسيرا. ولكن إذا كان لا يرى ويسمع إلا أنت وأمه وجو مدرسته وجامعته، بمن سيتأثر هذا؟ خذه معك إلى مجالس الصالحين، إلى مجالس الأتقياء. المرأة خذيها معك إلى مجالس القرآن، إلى حلقات الذكر، إلى مجالس تعليم العلوم الشرعية في المساجد وحتى في البيوت. خذوا بناتكم وخذوا أبناءكم معكم إلى رؤية الصالحين. مجرد رؤية الصالحين هذا كنز في هذا الزمان. نحن نرى ونسمع كل يوم الفاجرين والداعرين والعياذ بالله تعالى، فنحتاج إلى رؤية الصالحين وإلى غرس هذا في قلوب أبنائنا. شجعوهم على ذكر الله تعالى. أيضا من يذكر الله تعالى يصلح لسانه،
يصلح لسانه، يعني بحد ما ولكن يصلح لسانه. فعودوهم وشجعوهم وأكرموهم وأعطوهم العطيات مقابل الذكر حتى يبتعدوا عن هذا الكلام المنحرف. بعد هذا كله الأصحاب والأصدقاء يا أيها الكرام، بالله عليكم، صاحب واحد يفسد قبيلة بأكملها. صاحب واحد في الصف، أنا مدرس منذ زمن طويل، طالب واحد يفسد الصف كله. فسبحان الله. لذلك يا أيها الأحبة، أصحاب أبنائكم وبناتكم أيضا تابعوهم، يا بني من أصدقاؤك من أصحابك؟ قدر الإمكان بالنصيحة، واجبنا النصيحة، واجبنا المتابعة، كما قلت لما آخذ به إلى مجالس طيبين لعل قلبه يتعلق. والحمد لله لازلت أرى أيضا وأسمع بشباب متعلقين بأناس طيبين وصالحين، ولكن له دور كبير الأهل. أنتم يا أحبتي لكم دور كبير في هذا، إن لم نتدارك هذه القضية فسينفلت الزمام، وسيصبح وسينشأ جيل لا يعرف شيئا. حسبي الله من الذي يحل. كانوا قديما يقولون: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، وأنا أقول على ما عوده صديقه والرائي وجواله و و و و. فكما قلت: اتسع الخلق على الراقع فالأبادر. إذا كنت كل شيء أنتظر. بالأمس قال لي بعض الإخوة إنه تعلم غسل الجنابة من مدرسه لما كان في المدرسة، فتعلم كيف يغتسل وكذا لما كان في أول شبابه. الآن المدارس كما قلت لكم حالها كأنها في المريخ، لا تعلم شيئا، لا تعلم كيف تفعل الجنابة، لا كيف ترفع. هذه أحوال مدارسنا وجامعاتنا على أنك. فبالله عليك يا أيها الأحب، بالله عليك يا أيها المسلم، تدارك تدارك. الأمور صعبة، الأمور يعني ضيقة، والله قلبي يعتصره الألم كلما أرى هذه المشاهد. كل يوم أذهب وأرجع أحاول، لكن سبحان الله أبذل الأمر. بالنسبة إلي مثلا أنا عداد أراها، أنت أمامك ولد أو ولدان، بنت أو بنتان، أما الذي أمامه عشرات ومئات فهذا قد يعسر علي، يبذل جهده أيضا مكلف، لكنه قد يضيق الأمر علي. وأما أنت فأمرك أسهل يا صاحب المسؤولية أمام الله يا أيها الأب والأم. فاللهم إنا نسألك صلاحا لأبنائنا وسدادا لبناتنا وحفظا لأعراضنا وتطهيرا لنفوسنا، والحمد لله رب العالمين.